مبروك للولاد وللنادي في الظروف اللي فيها النادي ديت. الحمد لله 3 بونت كويسين، مبلغ يعني المكسب كويس، مكسب كبير، مكسب عالي. هارد لك فرقه نجوم. كابتن عمر الصمد طبعا معذور، مدير قطاع في الجهاز معاه يمشي، يبقى هو اللي موجود واقف لوحده، فرقه ما يعرفش عنها حاجه. هارد لك فرقه النجوم. فرقتنا كويسين الحمد لله، احنا في شغل حاجات شغالين عليها كويس. زي ما قلت لك من اول موسم احنا بنشتغل على اشخاص اللاعبين، على شخصيات اللاعبين، على شخصيه لاعبي النادي الاهلي. ده اللي احنا شغالين عليه. مع الوقت الامور بقت احسن، ومع الوقت اللي جاي الموضوع هيبقى احسن بكتير، وهتلاقوا الفرقه والقطاع هتلاقوه في حته تانية خالص قدام. شغالين كويس، الولاد شغالين كويس، بينفذوا كويس. النهارده نفذوا كويس، اشتغلنا كويس، حافظين كويس على حاجات معينه، محفظينهم، ادوا بشكل كويس، نفذوا المطلوب منهم. على في بعض الفترات كان فيها استهتار كده شويه وفيها رعونه، بس طبيعي، طبيعه لعيب مصري، مش هقول لك ناشئ مصري، طبيعه لعيب مصري. بس افضل ومكسب كويس، ومبروك ليهم وللنادي. احنا جايين على فرقه جهاز جديد، مش عارفين الفرقه بشكل كويس، جاي على قائمه موجوده، هي دي اللي قدامك المتاحه انك تشتغل بيها. في بعض الحاجات كانت لازم تتغير زي ما انت بتقول. اشتغلنا ان احنا نعدل ونحسن، ولسه في كمان جاي افضل بكتير. استنوا، لا لسه في حاجات احسن من كده، وفي لعيبه احسن من كده، في لعيبه كمان لسه ما خدتش فرصه، لسه جاي في الطريق. زي ما قلت لك شغالين عليهم ان احنا نطور في ادائهم، نطور في شخصيتهم رقم واحد، نطور في الاداء في الناحيه الهجوميه، نطور في الروح اللي هي رقم واحد واثنين وثلاثه وعشره، اللي مش موجوده في اي حته غير في النادي الاهلي. كل ده شغالين عليه. في احسن من كده كمان جاي قدام شويه، واحنا عندنا صبر وعندنا ايمان بقدراتهم. وكابتن عادل كمان، انا عايز اقول لك كابتن عادل من افضل الناس، المدير الفني اللي موجودين، ومن افضل الناس اللي بتشتغل معاه، وراجل مجتهد بيشتغل، بيحب شغله جدا جدا جدا، عايز يعمل حاجه لنفسه طبعا وللولاد وللنادي. فاللي جاي افضل بكتير ان شاء الله من اللي فات. لازم ابقى فرحان جدا طبعا لما بطلب حاجه وتتنفذ، تنتهي بشكل كويس وبتنتهي بمكسب كويس. طبعا مبسوط جدا طبعا، وفي نفس الوقت مبسوط للولاد في فكر بدأوا يحفظوا. السن دوت محتاج ان هو تدخل له حاجات في مخه تثبت عنده، يشتغل عليها، هتخليه احسن وهتطورها. تمام، مظبوط. من الناحيه الثانيه طبيعه نادي الاهلي، انا ما كنت في الناشئين، انا قلت لهم المسج جاي، احنا لما كانت فرقه بتيجي تلعبنا هنا في النادي احنا كنا بنقول هنكسب كام، كنا بنفكر في السكور. طبيعتنا هنا في النادي لما في فرق تيجي ممكن تكون مستوى مش قد كده، طبيعتنا احنا متربيين على كده من 20 سنه ومن 30 سنه من اللي قبلنا. انت الفرقه اللي بتيجي بتدوس تكسب واحد واثنين، تجيب الثالث، تجيب الرابع، تجيب الخامس، لازم. ده كانت طبيعتنا. وطبعا الفرق ده طبعا شفناه اثر مع الفريق الاول في الشامبيونز ليج الافريقي، برده فرقت معانا فوق شويه بسبب النقطه دي. فده اللي احنا مش عايزينه، ده اللي احنا عايزين نربيه جوه الاولاد. ما تخافش، جبت جون هات اثنين وثلاثه، جبت اربعه هات خمسه وسته، غطي، اعمل احسن حاجه عندك. بس والحمد لله هم نفذوا، والمطلوب منهم الحمد لله هم احسن النهارده بكتير عن اللي فات. الحمد لله مكسب مهم، مكسب كنا محتاجينه في وقت كازنين 3 ماتشات قبل الماتش ده. يمكن كنا مدين الدوري شويه مخبطين، نكسب ماتش اللي بعده ونقع، بس الحمد لله بقى 4 ماتشات اللعيبه والجهاز كلهم متفقين ان كل الماتشات الجايه كل ماتش كاس، ما ينفعش ماتش حتى نتعادل. احنا النادي الاهلي قبل الماتش كان فاضل 57 نقطه في الدوري، كابتن عادل والجهاز الفني قالوا لنا لازم كل نقطه ناخده، ما ينفعش نضيع من ايدينا حاجه. احنا خلاص الحمد لله بدانا ندخل تاني في المنافسه، والاسابيع الجايه عندنا 4 اسابيع مع يمكن مع الفرق اللي بتنافس معانا، لو ان شاء الله نقدر نعديهم ان شاء الله في نهايه الدور الاول نكون صادرين بطوله. كابتن عادل قال لنا نشتغل شغلنا عادي وندي الفرقه حقها، ودايما موضوع الكره الثانيه ان الكره تسقط من عندنا في الجزء الدفاعي عندنا، او من جزء دفاع عند فرقه النجوم، ان احنا لو قدرنا نستحوذ عليها خلاص هنقتل الماتش، هتبقى اللعب كله في نص الملعب بتاعهم، وهنقدر نحط جوان في اول ربع ساعه كتير زي ما عملنا، حطينا الحمد لله جولين في اول ربع ساعه، الماتش تقريبا سهل كتير. وان شاء الله اللي جاي احسن. الله يبارك فيك، وان شاء الله نكمل على المستوى دوت، والحمد لله على 3 بوينت. الكابتن عادل بيحفزنا كلنا وبيدينا الثقه كلها، قال لنا ان احنا هنكمل على المستوى ده ان شاء الله ونفضل نكسب. كنا معدين بشكل كويس من بدايه الموسم، يعني التوفيق ما كانش معانا، بس دلوقتي يعني الفرقه بدات تفوت تعدل، واحنا ان شاء الله يعني فاضل لنا 55 بونت، لازم ناخد الماتشات كلها فوز، وما فيش ماتش تعادل ان شاء الله. يعني الجهاز الفني كله كان واقف معانا في الفتره اللي فاتت، احنا ما كناش يعني كان في توفيق شويه للفرقه الثانيه، واحنا ان شاء الله يعني اللي جاي احسن ان شاء الله. الحمد لله على الفوز، الحمد لله 3 بونت، ماتش مهم، الماتش ده كنا مستنيينه، كان هيفرق معانا في الملعب والمركز، وكابتن عادل لازم قال لنا لازم تنزلوا، لازم تحفزوا بعضكم، واهم حاجه روح النادي الاهلي.
اول ما بيدخل المحاضره اول حاجه لازم يتكلم عليها الروح وبعد كده الاداء. الكابتن عادل قال لي انت هتلعب في المركز ده وانا موثق فيك اللي انت هتأدي كويس، ولو لعبت في اي مركز هتأدي كويس الحمد لله. بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني كله والحمد لله المكسب الجاي ان شاء الله احسن. معانا النهارده نجم جديد على الطريق، هو مواليد 2005 من براعم الاهلي، وهو واحد من ان شاء الله من الوجوه المبشره ومن الخامات المبشره ان شاء الله اللي ممكن نشوفها مستقبلا مع الفريق الاول، هو اللاعب محمد رأفت. نشوف تقرير عن محمد رأفت نرجع لحضراتكم تاني.